أن تعيش على وقع الغاز المسيل للدموع وصورة الدخان المتصاعد جراء حرق العجلات المطاطية. الحجارة تملأ الشارع الرئيسي والشارع الفرعي المعروف في مدخل الحامة. وضع صعب وصعب جدا في الحقيقة. بعض الأمطار هي تبعد المحتجين على منطقة الأمن في الحامة، وهي الهدف الرئيسي لهذا الشباب اللي نسألوه يقول ما نش عارف مهم الهدف شنو الأسباب. في الحقيقة ما فهم حتى سبب، وغياب السبب الشرع ما فهم حتى سبب. في الحقيقة هو يشرع أن نحرقوا منشآت فقدوها، والصورة أكيد ما زالت في أذهان أهالي الحامة ومعاناتهم للتنقل لإستخراج وثائق رئيسية من منطقة الأمن. في الحقيقة وضع صعب جدا. الأمر محير هو غياب الأهالي، خاصة أن المتظاهرين والشباب هذا أعمار هي أعمار صغيرة، كما قلنا ما تجاوز 16-17 سنة. الآن عملية تكر وفر ورجوع الشباب هذا إلى الخلف. في الحقيقة الأمن يحاول يضبط النفس، وتحدثنا مع بعض الأمنيين يقول ماذا بينا ما نصلوش لكي، وإحنا ما عندنا حتى سبب ربما لاستهدافنا، لأن الأمن مش هو يجيب التشغيل والتنمية، ولكن بطبيعة غياب الأمن هو يفقد المطالب هذه. لابد من توفير الأمن حتى ربما تنعم منطقة الحامة بالاستثمار وكذلك توفير مواطن للشغل. وضع صعب، وضع متوتر، وضع ما ينبعش بالخير. مكان ما تدخلش العقلاء ربما يجنبوا الحامة الصورة كما قلنا نزلت في أذهانهم اللي هي غياب الأمن في الحامة. أنا سأل بيك بالفعل هذا هو ما توقعناه بطبيعة، هو التمكن من منطقة الأمن بالحامة، وهو كان الهدف الرئيسي دون مبررات في الحقيقة لهؤلاء الشباب. للأمانة فقط الآن ما فهمش أثار للحرق، فقط هو خلع الجدان والتمكن ربما من بعض الأثاث داخل منطقة الأمن بالحامة. عفوا الجيش الوطني يشاهد سيارة تابعة للجيش الوطني الآن تتدخل وربما لأخذ مكان الأمن داخل الحامة. ربما الأمن انسحب إلى خارج الحامة، ما فهمش انسحاب كلي وانسحاب خارج المدينة. تقريبا هذه هي الصورة. الآن الشباب يشعل العجلات المطاطية أمام منطقة الأمن. كما قلنا مرة أخرى ما زال إلى حد الآن لم يتم حرق منطقة الأمن، فقط هو خلع الأبواب وأخذ بعض الأثاث داخلها. ونشاهد الآن الصورة المؤسفة أمامنا، هو خلع وتفشيم بعض الأثاث داخل منطقة الأمن. كما قلنا ما فهم حتى سبب، وبطبيعة ما فهم حتى حاجة تبرر مثل هذه الأعمال، لطالما أهالي الحامة طالبوا بالأمن واشتكوا من غياب الأمن، وهذا ربما الخسران. محمود سنواصل متابعة تفاصيل في المواجهة.